الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يقلد الأمريكيين الثلاثة الذين كانوا في إجازة، وهما الجنديان أليكس كارلاتوس وسبنسر ستون وصديقهم الطالب أنتوني سادلر، بالإضافة إلى رجل الأعمال البريطاني كريس نورمان، أو سمة الشرف عرفانا على تصديهم لمسلح كان ينوي تنفيذ هجوم على قطار كان يقوم برحلة بين أمستردام وباريس. بطولتكم يجب أن تكون مثالا للكثيرين ومصدر إلهام في مجابهة الشر الذي يحيط بنا والذي نسميه إرهابا. هناك أيضا مصطلح الإنسانية وهو ما تجسدونه أنتم. المغربي أيوب الخزاني حاول إطلاق النار داخل قطار تاليس وكان لديه ما يكفي من الأسلحة والذخائر لارتكاب مجزرة فعلية. فعلاوة على بندقية كلاشينكوف، قالت الشرطة إنه كان يحمل 9 خزانات إضافة إلى مسدس آلي وآلة قاطعة.